السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة جنوبي. قام مجموعة من شباب جنوب السودان بتأسيس مبادرة بعنوان مبادرة الرابحون. هدف هذه المبادرة هي توزيع المواد الغذائية لمختلف الفئات المتضررة في المجتمع نتيجة لانتشار فيروس كورونا. وقاموا فيها بتوزيع المواد الغذائية في مختلف المناطق. بحب أشكر كل الشباب الذين ساهموا في هذه المبادرة وأقول لكم شكرا لكم كثير كثير كثير، وبيكم أنتوا الدنيا لسه بخير. فعلا خطوة جميلة جدا أنكم عملتوا خطوة زي دي. شكرا لكم. في كثير من أهلنا محتاجين جدا، بس نحاول نساعدهم بقدر الإمكان. شكرا لكم كثير، وأتمنى أن المبادرة بتاعكم تلقى تشجيع من مختلف الجهات الحكومية، وشكرا لكم كثير. شكرا شكرا شكرا. أرجو منكم تعملوا لايك لصفحة المبادرة، عنوان رابط تحت أسفل الفيديو. شكرا لكم. كما نرجو أيضا بعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة لتشجيعنا لنستمر في نشر المزيد.